ونبقى في المعاناة ونتائجها، فارتفاع الأسعار وقلة فرص العمل التي زادت من ضنك عيش عدد كبير من الأسر وفي مقدمتها النازحة من محافظات العراق أو اللاجئة من خارج البلاد، تدفع بالمنظمات الإغاثية إلى تقديم الدعم عبر توفير أهم المستلزمات المنزلية والمدرسية. ومع بدء الموسم الشتوي تكون الملابس الحاجة الأهم لتلك الأسر، وخاصة ممن لديهم أطفال وطلاب مدارس. في كل سنة نستقبل الموسم الشتوي بمشاريع إغاثية متعددة، ففي هذا العام 2022 استدعينا مجموعة من العوائل الأيتام والعوائل المتعففة من كافة محافظات العراق، سواء من صلاح الدين، من موصل، من أربيل نفسه، من الرمادي، فحتى من أهل أربيل العوائل المتعففة المحتاجة. فاستدعيناهم بهاول اسمه هاولي مول هاولر مول، استدعيناهم وقدمنا لهم ملابس بحيث هم يشترون براحتهم بقيمه تقريبا 50 دولار. حاولنا نخفف عنهم يعني هالموسم الشتوي البارد هذا، وخلينا كذلك الاطفال خليناهم يلعبون يعني العاب متنوعه حتى نسعدهم يعني ان شاء الله. فاحنا يعني دائما مبادرين في ان نقدم العون للعوائل الكريمه في العراق. والله ظروفنا مو كتير، بس ما شاء الله هاي المنظمة ساعدتنا كتير، واتمنى تتكرر مرة تانية انه ملابس الشتوية عطوا للأطفال وتياب وأحذية وهيك، اشترينا واللوازم كلهم اشترينا. قاعدين بأجار بيت ويعني الوضع مو كتير، والعيشة صعبة والشغلات يعني أسعار غالية كتير يعني ما تكفينا، يعني بهاي المنظمة ساعدتنا كتير يعني الحمد لله. احنا نازحين من صلاح الدين، والله ظروفنا حيل تعبانة بأربيل، واني صاحبة ايتام اربعة والله، وظروفي حيل تعبانة، والله يجازي منظمة الحياة يعني على هاي المبادرة الحلوة. والله عايشين يعني عيشتنا، اني بلا راتب عايش ويا اهلي 15 نفر بالبيت، وعندي اربعة قاصرين كليتهم، واني مريضة، زوجي توفى مرض السرطان، والله حالتنا حيل تعبانة. انا من محافظة الانبار وقاعدين هنا باربيل، وجينا للمول هنا يعني نتونس، وبالملابس ناخذ من المنظمة، وتونسنا بالألعاب.